يعني الدفع بإخلاقية الميناء إلى أبعد الحدود. شكرا لكم لحضور هذه المؤسسة. قلت هذه الزيارة تضامنية لمؤسسة الأحداث المغربية تنظم من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية للتأكيد على أننا نساند ونتضامن مع المهنيين في كل ما يمس أعراضهم وشرفهم وفي كل ما يمس حقهم في ممارسة مهنتهم في ظروف بيئة نظيفة. نعتقد بأن ما حدث سابق، لأننا كنا دائما ندافع عن الأقليات، ندافع عن الأشخاص يعني المضطهدين، ندافع عن من لا منبر له، نساند كل من يحس بأنه أعزل، لكن أن نتحول بقدرة قادر من طرف فرد واحد إلى نوع من الإرهاب المنظم ضد زملاء تستعمل فيه أدوات صبيانية، نعتقد بأن هذا سابق. ولكن هذا يدخل كذلك في إطار ما نؤمن به داخل النقابة الوطنية المغربية، وهو نضالنا المستمر من أجل خلق بيئة مهنية نظيفة تمارس فيها المهنة بقواعدها. وكما قلت، فالصحفي هو مواطن يخضع لنفس درجات الحقوق والواجبات، ولكن في نفس الوقت له كذلك واجب أن يحترم. اليوم نعتقد بأن الهجوم يأتي على الصحفي من الخارج، ولكن نتمنى أن تكون هذه المحطة هي تنبيه لأن يحترم الآخرون هذه المهنة ويتركها تمارس وظيفتها الحقيقية، لأنها جزء من البناء الديمقراطي، جزء من التنمية الديمقراطية، جزء من التنمية الاقتصادية في نهاية المطاف، ونحن نؤمن بذلك حتى النخاع. لهذا سنقاتل، سنناضل من أجل أن تكون المهنة نظيفة وأن يحترم أهلها، ونؤكد بأننا لن نتهاون في هذه القضية، سندعم إلى بعد الحدود من أجل أن نسترجع للزملاء كرامتهم التي مست. احنا بالنسبة لنا السلوك اللي دار تجاه زميلات الصحفيات بمؤسسة الأحداث المغربية هو سلوك إجرامي متكامل الأركان. اليوم احنا أمام جريمة إلكترونية واضحة المعالم، تيتم وضع هواتف الزميلات في مواقع إباحية، ويتم توضع الهواتف ديالهم ايضا في مواقع للبيع والشراء، وتتم الاتصال بهم في بعد منتصف الليل وكذا، وهذا التهديد ديالهم بشكل مستمر من نفس الجهه، من نفس الاشخاص، من نفس الارقام. اليوم ما تتعرض له الزميلات داخل الاحداث المغربيه هو نموذج مصغر ما يمكن ان يتعرض له كل مغربي وكل مغربيه بسبب تساهل ديالنا مع الجريمه الالكترونيه في هذا الاتجاه. ما يمكنش زميله كل ليلة تجيها آلاف عشرات الفيديوهات في الهاتف ديالها خليعة، وتجيها اتصالات متكررة بعد منتصف الليل، وماشي غير واحدة، خمسة الزميلات، ورسائل إباحية كبيرة وتهديدات بالتعنيف وبالتشهير وبالعنف وكذا. ولحد ساعة مازالنا عاجزين على أننا نوصلوا الحل النهائي ديال هذا المشكل. اليوم الا كانوا المغربيات تيتعرضوا للعنف يعني ملموس تنشوفوه، هذا العنف الالكتروني اللي تنعيشوه دابا اليوم ممكن تكون ضحيته عشرات المغربيات بشكل يومي وعشرات المواطنات بشكل يومي. بمعنى انه خصنا نتصداو لهذه الجرائم، وخصنا نخدموا كاملين، لا كاعلام لك قانونيين لك حقوقيين، على أننا نواجه مثل هذه الجرائم، والحال على أنه من يقوم بهذه الجريمة يدعي دفاعه عن حقوق الإنسان، ويدعي دفاعه عن فئة معينة في المجتمع. كيف لمن يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان أن يمارس كل هذه العمليات الإجرامية وهو فرح مبتسم، والأكثر من ذلك يجد من يبرر أفعاله علما أن أفعالها إجرامية محضة. تتعقلوا على القصة ديال المغربية اللي تصورت في الحمام، وكيفاش أنه تم مواجهة هذا الأمر من طرف رجال الأمن. هو نفس الأمر يتكرر معنا بحذافره، المس بالأعراض، تشويه الصورة، فبركة صور خليعة، إرسال فيديوهات خليعة يعني بعد منتصف، تهديد بالضرب، تهديد بالقتل، تهديد وتشهير بشكل يومي. احنا بشرنا الإجراءات ديالنا القانونية تجاه هذا الشخص وتجاه كل الأرقام اللي تصيفط لنا هذا الشيء وتدفعهم لنا، ولكن لكن احنا واعيات وعارفين حقوقنا وقادرات ندافعوا على نفسنا، ورانا مؤسسة هي النقابة الوطنية الصحافة المغربية، ورانا مؤسسة اللي تنشتغلوا فيها أيضا
بقيه المواطنات المغربيات وبقيه المواطنين المغربيين. اي المغاربه كيفاش ممكن يتعاملوا اذا ما تعرضوا لهذه الجريمه الرقميه ولا الالكترونيه؟ واش يمكن لنا كمجتمع نبقاو متساهلين مع هذا العنف الرقمي وهذا العنف الالكتروني؟ اظن على انه كلنا خصنا نفتحوا نقاش وطني في اتجاه تدعيم مواد القانون الجنائي التي تضرب بقوه مثل هذه الجرائم. هي توازي جرائم الاغتصاب وتوازي جرائم التحرش وتوازي ايضا جرائم الارهاب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.